لا متأكدة انه كويس، بس ممكن تبلغني لو شفته؟ شكرا يا خيرو. مايلز عمال اتصل بيك لساعات مفيش رد. انت عارف ان مايلز كان بيطارد ليه؟ هلاقيه، هتصل بالمستشفى. انا قلت هلاقيه. الموضوع تحت السيطرة. مايلز بيتكلم عن ازاي بس سبايدر مان احسن، مش المدرسة ولا اصحابه. ازاي يساعدك؟ يلا روح ساعده. انا جيت هنا ازاي؟ المكان ده عليه حراسة مشددة. ما ينفعش، يمكن غيرها هتنفع. واحد راح، أنا محتاج أصد الباقي. أهو ده فتح طريق صغير. حد هنا؟ مين ضربني وخلاني يغمى عليا؟ وبالنسبة لبيت وإم جي؟ سبايدر ده لازم مو سبايدر مان، لكن ليه كريفن ممكن يحبسني هنا؟ جانكي محتاج مساعدتك. هو ايه ده؟ ده سم؟ لازم اخرج من هنا. المولدات دي شكلها بتغذي المراوح. بس مش كفاية. لازم أشغل الباقيين. أيوة كده، فاضل واحد. الباب ده شكله المخرج الوحيد. حد يعرف إزاي هخرج؟ مش هتخرج من المكان ده أبداً. أنا بدأت أحس كده. ايه موضوع الفخاخ دي كلها؟ حاول تعرف سمتك يا عنكبوت. الزعيم بتاعكم بيبذل كل جهده مش كده؟ اعمل كده دايما. ورينا قوتك وقدرتك دلوقتي. بس تختموا خلصت عليهم. أكيد في طريق أخرج من هنا. المكان ده ما بيخلصش. هيحصل إيه لو الصيادين عرفوني؟ ولو شالولي الماسك؟ ولو جانكي
انت سامعني دلوقتي؟ ارجوك هم وصلوا له؟ وصلوا الماما؟ شكلهم كده كانوا مستنيين. صيادين تاني. كريفن فاكر اني هي حياتك لكريفن دلوقتي. ما فيش اي طريقه للهروب ابدا. خلوا بالكم في خطر قريب. هعدي بالعافية من الباب، بس هعمل دوشة. يمكن في طريقة تانية. سيبوهولي. شكله مخرج. انا لازم اعرف كريفن جابني هنا ليه. لازم اخرج من هنا واتصل بسبايدر مان واطمن عليه. تمام. ايه اللي بيحصل ده؟ أنا حاولت. توقعت إنك تيجي بدري. هي فين طاقة الشباب؟ ها؟ حارب لحد الموت أو موتوا هنا سوا. على كده قتلت كام واحد قبل ما أوصل؟ ما كانش عندي اختيار تاني. دايماً عندك اختيار. أنا زهقت من تضييع وقتي في محاربة الضعفاء.
باسمي انك تستحق مواجهتي. انا فاهم انك عايز تقتلني بس مش هسمح لك بده. ليه فاكر انك تستحق الحياه؟ مش هبقى زي النسخه القديمه اللي ماتت. طلعت اقوى من شكلك بكتير صغير. مش مضطر تهرب من اللي انت عملته. شياطين خفيه، ديفيد ذا بلاس، تفجير مبنى البلديه. بطل تحكي لي جرايمي، انا حافظهم. صبر، ما عندكش فكره. بس اوعى تستهون ابدا عدوك. كريفن اللي جابك هنا ولا ده تطوع منا؟ ارحمنا من غرورك ده بقى، احنا في نفس المنطقه. شكلك ما اتغيرتش خالص مع مرور الوقت. انت غلطان. بيصحي حاجة جواك وانت جواك. مش هتهزمني ابدا. سبايدر مان ما بيقتلش. انت ما حاربتش ده قبل كده. ده سريع، لازم الاقي طريقة. لا الصعقة بتاعتي مش نافعة. مش معقول، محتاج طريقة بس. مفيش طاقة سلبية تاني، قوتي رجعت. اهي دلوقتي ورينا اقصى قوتك. حاسس باي ندم على اللي انت عملته؟ ايا كان اللي عملته فيه فالموضوع مش شخصي. متاكد انه ما حصلش. انت عايز ايه؟ اعتذار؟ عايزك تحس بنص الالم اللي سببتهولي. تعال هنا قدامي. الطاقة السلبية دي هتبهدلني. خد بالك منه كويس يا سبايدر، هياخد منك. ايوه الصعقه اشتغلت. سيطرت عليك انت، بعيد سيطرتك. ما تضطرنيش اني اقتلك. واو، ما يمكن اتغيرت. تأذي فيها أي حد. أنت مبتذل، على الأقل سبايدر التاني في رجولة عنك. أنت ما تعرفش أي حاجة عني. أهلا برجوعك يا صعقة. يلا بينا على طريقتي. انت فين؟ مستحيل. انا لازم اركز شويه.
أنا مش هنا فعلاً دلوقتي، كل ده مش حقيقي. إيه اللي حقيقي أكتر من الخوف؟ أنت بتعمل فيا إيه؟ ببص بص على روحك، شايف ولد خايف إنه يبقى لوحده، خايف إنه يحبط عليه. افضل ارغي، مش هتقدر تهرب مني. مش هتعرف تأذيني. كل واحد عنده نقطة انهيار، حتى سبايدر مان، علشان ألاقيها دي مسألته، وعندي الوقت الكافي اللي يخليني أتعمق جواه. اطلع بقى من راسي يا أخي. أطلع من راسك؟ بس في حاجات كتير قوي بشوفها هنا. شعور كبير بالارتياح. أنا مش مركز. أنت قوي، بس مفيش أي حد أقوى من نفسه. هو راح فين؟ مايلز. بيت؟ أنت مش فاهم. أقصد أنا حاولت، حاولت إني أعلمك، حاولت أخليك بطل. عارف دايماً إنك تاني أفضل واحد، بس كل اللي أنت عملته إنك خليت الناس محبطة وعرضت الناس للخطر. ده مش سبايدر مان. سبايدر مان بيساعد الناس وأنت بتأذيهم بس. ده مش حقيقي. واو، بقولك إيه، ما تتعصبش على اللي بلغك، مش أنا اللي تسببت له بالإحباط. ده أبوك. لا قلت لي بقى اسمك مايلز، انت مين فعلا يا مايلز؟ تعال هنا يا لي. نتطور اكتر. يلا تعال واجهني، لو عايز تنهي ده يلا نتواجه. ايه ده يا مايلز؟ عارف ان ده انت يا لي. ايوه طبعا، أنا هنا عشانك دايما، أنا بعمل كل حاجة عشانك. مش هسمعك. أيوة، مش متفاجئ من كلامي، عشان أنت بس المهم، صح؟ أنت إنسان أناني، أنت بتعرضني للخطر، بتعرض هيني للخطر، وعشان إيه؟ ده هيفيدنا بإيه؟ أنا عارف أنا. تخلي عننا، هو ده اللي بنخلي. هم صرنا يبقى زي فن. جانكي، جانكي. أنا عارف إني قلت إنها مش غلطتك، بس أظن إني حاسس بالأسف عليك. مش عايزك تحس إنك المسؤول، وخصوصاً بعد. لا، وخصوصاً بعد ما. اسكت. هينتهي لما أقرر يا مايلز. هتسمح لي بالدخول في الآخر، ولحد ما يحصل النضال. يا ابني، يا ابني انت فين بالظبط؟ لا لا هنا يا ماما. مش هستحمل اكتر من كده يا مايلز. انت مش هنا ودايما في خطر. انا عارف. انت هتتسبب في موتك. مش هيحصل. وبعدين مش هتقدر تفوز يا مايلز. ما كانش لازم اخليك تحارب، وبسبب ده انا بقيت وحيده اكتر وبقيت في خطر اكبر. لا، انا عايز احميكي وهعمل كده. سمعت ده قبل كده؟ ده بجد مش منك. لما مات ماما، ابوك قال لي في اليوم ده الصبح ان كل حاجه بيعملها. لا 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 لا، عشان خاطري يا مايلز. انا بحبك. كفاية يا لي. مايلز، انا قلت كفاية. عندك حق، كفاية قوي كده. انا معايا كل حاجة محتاجها. يا
بقى؟ بابا؟ أهلا بالابن الجدع. أنا مبسوط قوي إني شفتك، غيرت كتير من ساعة ما سبتك. أنت بقيت بطل خلاص. بس ما قدرتش أنقذك ولا أنقذ فين. لو سبايدر مان مش قادر يحمي الكل، مين هيقدر؟ ده كلام فاضي. أنت أكتر من مجرد سبايدر مان. ممكن تجرب تستخبى ورا الماسك ده، بس أنا عارفك وعارف بتدافع عن إيه. كنت براقبك فعلاً؟ وحزنت. إيه اللي حصل للولد اللي أنا ربيته؟ أنت جبان، عار على عيلتك. ما تقصدش ده. خلاص كلنا كده. أنت فاشل يا مايلز، هتفضل فاشل. لا، عمرك ما هتقول كده. ولا حد منكم. أنا مش وقت إنك تستسلم. استسلم يا مايلز. لا، استسلم. مش هيحصل. استسلم. 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 النهاية يا لي. أنا مش هعمل كده تاني. عايز تعرف أنا مين؟ أنا الولد اللي قتلت أبوه في مبنى البلدية. هو مات عشان أنت قررت فجأة إن مشاكلك لوحدك أهم من حياة الناس دي كلها. جيفرسون ديفيز ده كان بطل، قدر ينقذ الناس منك. أنا مش هسمعك تاني. فقداني لأبويا مش هيوقفني أبداً. أنا اللي كنت بعمل كده. بس خلاص بطلت. اعمل كده ارجوك. لما تخرج دور على سبايدر مان. ما تخليهمش يهربوا.